اهلا بكم. في هذا الفيديو راح نتعلم كيفيه عمل تاثير الالوان الزيتيه. كهذه الصوره اذا لاحظ هنالك تاثير احترافي جدا، طبعا تاثير الاويل. ايضا اذا لاحظ انه التاثير هنا احترافي جدا، الصوره رائعه جدا واحترافيه. ايضا بهذه الطريقه اذا لاحظ انه الصوره كلاسيكيه وجميله ومبهره. بهذه ايضا الطريقه بامكان نعمل صوره كهذه الصوره طبعا، وتستخدم كذلك في صور البوسترات. مثل ما لاحظ صور ابداعيه واحترافيه جدا. طيب طبعا هذه القوالب وهذه الفلاتر كلها راح تكون متاحه لكم للتحميل مجانا، بامكانكم تحملوها من خلال الرابط الموجود بصندوق وصف هذا الفيديو. طبعا هنالك مجموعة من القوالب، مثلا هذه الصورة هذا هو القالب الخاص بها، هذه الصورة ايضا اللي هي رقمها 13 هذا هو القالب الخاص بها، وهكذا كل صورة والقالب الخاص بها متوفر مع هذا الباكج. مثلا نبدأ بهذه الصورة، راح نفتح هذا القالب. بعد ما نفتح القالب راح ينفتح لنا بهذا الشكل. على اليمين هنالك فولدر او جروب مكتوب بي replace your image، بامكاننا نغير الصوره من هذا المكان. نضغط دبل كليك على هذه الصوره راح تنفتح لنا هذه النافذه. الان راح نضيف الصوره من خلال place. طبعا هذه هي الصوره راح نضيفها، مثل ما نلاحظ هذه الصوره الاصليه. كل ما علينا بعد ما نضيف الصوره راح نخرج ومن ثم yes. اذا لاحظ انه راح يصير عندنا تاثير رهيب للصورة. ايضا بامكاننا نجرب تأثير اخر، مثلا راح نجرب تأثير هذه الصورة هذه الطريقة. من نفس الطريقة على اليمين نذهب الى جروب اللي هو replace your image، وطبعا راح نضيف الصورة من file place. طبعا هذه هي الصورة اللي راح يتم التطبيق عليها بهذا الشكل. جيد، بعد ما نكمل اضافة الصورة راح نخرج ومن ثم yes. اذا لاحظ انه اصبح عندنا تاثير جميل ورائع للصوره. نجرب مثال اخر، مثلا هذا المثال اللي هو 14. جيد، ايضا بنفس الطريقه replace your image، نضغط عليه ونضغط دبل كليك على هذا الخيار، وطبعا نضيف الصوره بهذه المنطقه. مثلا هذه هي الصوره اللي راح يتم اضافتها، راح نكبر الصوره بحيث تكون مثلا بهذه المنطقه. ويفضل الباك جراوند تكون قريبة على الباك جراوند هذه، فنجي من أداة الآي دروبر، نجي من أداة البراش، طبعا نختار البراش الحادة، نصغر حجم البراش أو ممكن يكون بهذه الطريقة، نضغط على Alt ونسحب كليك من هنا ناخذ صورة أو ناخذ نسخة من اللون، وطبعا راح نجي نلون بهذه الطريقة ونخرج ومن ثم yes. إذا لاحظ أنه أصبح عندنا هذا التأثير الرهيب والجميل، واللي بإمكاننا نصنع تأثيرات إبداعية واحترافية من خلال خطوات بسيطة، أو بالأحرى من خلال خطوة واحدة فقط.